لا يوجد في الدنيا متهم لا يرى محكمك ولا تراه محكمك ولا يسمع محكمك ولا تسمعه محكمك ولا يعرف اللي نازل فيه النهارده قضية ولا تحليل نيابة ولا قضية جناية ولا هي كل لا أعلم شيء يحال بيني وبينك وبيني وبين المحامين لا أعلم شيء لم أرى المحامين ولم يرون ولا أسمع لا أراهم ولا يرون أنا بسمع للمحامين ولا أحضرك على ما يحدث حقيقة وليس فيما يقال ولا يزورونني في السجن ولا أسمعهم ولا أراهم ولا أهلي بيزوروني ولا قرار إحالة جاي ولا ورق قضية سمح لي بالاطلاع عليه ممنوع عني الورق والقلم والأكل والشرب والدنيا كلها ممنوع عني هو ده لا اعلم شيء مين انا ما اعرفش انا جاي النهارده ليه مين الحصار انا لا اعلم يا ريس انا محامي واعني كل كلمه اقولها انا لا اتسلم قرار احاله حتى تنعقد الخصومه بيني وبين النيابه انا لم اقرا ورقه أنا لا أعرف رقم القضية، أنا لا أعرف القاضي الذي يحكمني ألف باء ضمانات المحاكمة الجنائية، إن أنا أعرف القاضي أراه ويراني يشوف المجرم اللي بتجي سلسلة الجرائم في مصر دي كلها، يشوفه ويسمعه ويعرف منه تفاصيل اللي حصل، ده هذا أقل حقوقي، سيد الرئيس المحترم لا يجوز عقد أي جلسة ابتداء قبل أن أعلن بقرار إحالة. وقبل ان اتسلم ملف دعواي كاملا ورقه ورقه حتى لو 10,000 ورقه وقبل ان ارى محاميا واجلس معه واختلي به دون ضباط المراحل انا بتكلم واعني كل كلمه بس شكرا بس احنا نقلنا نتكلم من الحمر المهزله سمعت واحد من اخر الجلسه يا استاذ لو الكلام اللي بقوله ده ما بتخص قول لي عليه ليه طلب صغير اهلي جايين ممكن ازورهم زياره محترمه وليس زياره تحت ضغط بيزقوهم